بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طيب سنكمل في مقرر التفسير الوحدة الثالثة الصفحة 46. طيب التعريف، أول موضوع التعريف بسورة القصص. طيب التعريف بسورة القصص يعني أول شيء، أولا سبب التسمية. سبب التسمية، لماذا سميت سورة القصص بهذا الاسم؟ طيب اسم السورة اللي هي سورة القصص، نفس ما تكلمنا، سميت هذه السورة بهذا الاسم من قوله تعالى في هذه السورة اللي هي أمامكم وقص عليه القصص. خلوكم من الكلام الموجود قدامكم، إن علينا من الموجود أمامنا. وقص عليه القصص، هذه اللي هي الآية التي تكلمت عن سورة القصص. طيب لورود لفظ أو كلمة القصص في هذه السورة سميت هذه السورة، والمراد بهذه القصص ما حصل لموسى عليه السلام من قتل القبطي وما تلا ذلك من مطاردة فرعون وقومه لموسى عليه السلام ليعاقبوه وفرار منهم إلى مدين. طيب إننا نتكلم في قادم الدرس عن قصة موسى عليه السلام مع القبطي. طيب هذه أول شيء نعرف سبب تسميتها. ثانيا مكان نزول السورة، أين نزلت سورة اللي هي القصص؟ نزلت هذه السورة بمكة قبل الهجرة. نتوقف في هذا ونفهم وش المقصود بهذا الكلام. نزلت هذه السورة بمكة قبل الهجرة، يعني المقصد من كلامنا قبل الهجرة أن نعرف أو نضبط أن نقدر نفرق بين المكي والمدني بهذا الضابط، وهو أدق الوصف في الفرق بين المكي والمدني، أنها نزلت قبل الهجرة يعني المقصود بها نزلت في مكة، بعد الهجرة المقصود بها في المدينة. ونتكلم عن هذه السورة، نزلت هذه السورة في مكة قبل الهجرة. طيب فيه البعض منا يقول فيه وصف ثاني كذلك، ويقول أنها نزلت في مكة، وهذه نزلت مثلا في المدينة، هذه نعرف أن هذه مكية وهذه مدنية، أن اللي نزلت في مكة مكية واللي نزلت في مدينة مدنية. لا، هذا أفضل وصف في السور. في بعضهم قال أنها لم تنزل منا ولا لم تنزل في مكة ولم تنزل في المدينة في بعض الصور، لكن ما علينا، أن عرفنا أن هذا الوصف أنه يقول قبل الهجرة المقصود بها في مكية، سورة مكية. خلاص عرفنا. طيب ننتقل للي بعدها، ترتيبها في النزول وفي المصحف. حكي أنها نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الشعراء، وترتيب النزول فيها خلاف بين العلماء، يعني أنها قالوا أنها نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الشعراء، وترتيب النزول فيه خلاف بين العلماء. طيب إنما علينا إلا رقمها في ترتيب المصحف. طيب رقمها في ترتيب المصحف 28، ترتيبها في المصحف 28. طيب ننزل تحت، موضوعات السورة تنقسم إلى ثلاثة مواضيع رئيسية أو ثلاثة موضوعات رئيسية. طيب منها قصة موسى عليه السلام، والثاني دلائل التوحيد، والثالث قصة قارون. طيب إن الحين بنتكلم عن سورة اللي هي القصص. طيب يقول من 1 إلى 6 اللي هي بداية السورة إلى 6 تتكلم عن ظلم فرعون لبني إسرائيل والبشارة برفع هذا الظلم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما ما كانوا يحذرون. طيب فيه اللي هي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. هذه إشارة إلى تمكين المستضعفين من المؤمنين في مكة، كما دل عليه قوله تعالى في آخر سورة القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد. هذه السورة تتكلم عن اللي هي موضوعها أو مقصدها اللي هي الآية 1 إلى 6، ظلم فرعون لبني إسرائيل والبشارة برفع هذا الظلم. طيب الآية 7 إلى 13، ولادة موسى ومشكلة الرضاعة والخوف عليه من القتل،
في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعله من المرسلين، اللي هي هذه بداية سورة اللي هي السورة السابعة أو الآية السابعة. طيب، إن عرفنا أن قصة فرعون مع بني إسرائيل أنها يقتل الأبناء ويقتلهم، كل ما أتى ابن من بني من من أو صبي لبني إسرائيل قتله، لأجل أنها إيش مقصود فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من ذلك الصبي الذي سيكون هلاك فرعون يديه، فإذا فرعون يربيه في بيته وهو لا يدري. يعني إنه علموه أناس أن النبي يأتي بني إسرائيل شخص أو صبي بيكون هلاكك يا فرعون، وهو سبحان الله قصة موسى عليه السلام مع اللي هي في بيت ولد في بيت ولد وعاش في بيت فرعون أو عاش في قصر فرعون. طيب، الآية 14 إلى الآية 21: قتل موسى القبطي خطأ وفراره من فرعون وقومه لما طلبوه ليقاتلوا. طيب، اللي هي ولما بلغ شده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذه الآية 14. طيب، أعطى الله موسى حكمة وعلما يميز به الأمور وزاده بسطا في الجسم فكان قوي البنية، لذا لما ضرب القبطي في صدره فقتل فطالب قومه فرعون بقتل موسى عليه السلام، فدبر الله له الهروب يعني هرب، فخرج من مصر خائفا من فرعون وقومه يمسكوه اللي هي فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصر بالأمس استصرخ له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. طيب، الآية وجاء فخرج منها خائفا يترقب قال ربي إن نجني من القوم الظالمين، اللي هي هذه اللي دبر الله سبحانه وتعالى له الهروب. طيب، قال فدبر له الهروب فخرج مصر خائفا من فرعون وقومه يمسكوه. في هذه تنبيه للمؤمنين أن الله لا يضيع أولياءه أنه يدبر لهم من القدر ما يريد كيد أعدائهم، وفيهما إشارة في إرهاصات نبوة موسى عليه السلام، وفيه أن موسى مع أنه في قصر فرعون الكافر كان مؤمنا بالله لم يتأثر بقصر فرعون ما فيه من المريات والمغريات. يعني أن سبحان الله حفظ الله له أنه ما تأثر بالمليات والمغريات التي في قصر فرعون. طيب، الآية 22 إلى 28 فراره إلى مدين وزواجه بإحدى المرأتين اللتين ساعدهما وبقاءه 10 سنين في خدمة أبيهما اللي هي شو اسمها أنا وانظر إلى ما تربت عليه هاتين المرأتين من بعد الرجال ومن الحياة، اللي هي قصة موسى عليه السلام مع النبي الله اللي هي اصبر شوي ايه طيب ليست من قوامه. طيب، اللي هي وانظر إلى ما ترتب على هاتان المرأتين من بعد من الرجال والحياء، فكان شيخ كبير لا يستطيع يخدم نفسه فرزقه الله ذلك الشاب القوي وذلك من حكمة الله سبحانه. طيب، من آية 29 إلى 35 نبوة موسى عليه السلام وتكليم الله له عند الطور. تقول الآية
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجذه من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن القوة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني كلام الله له إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك اللي هي ألقى عصاه ولما ألقاها تحولت بقدر الله إلى حية تسعى فزع موسى وهرب. طيب يقول ومن هذه الآيات نستفيد أن الحنين للأوطان من طبع الإنسان الذي خلقه الله عليه فما أن من أحد إلا يحب وطنه وأن المرأة تبع لزوجها فهي في هي الزوجة المدينية تترك بلدها وتسافر مع زوجها إلى بلدة أخرى. طيب أخي الطالب اقرأ الآية 44 إلى الآية 50 من المصحف واستخرج وجه الإعجاز القرآني. طيب آية 44 بدايتها قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن إلى آية 50. طيب جوابها أخبر الله عز وجل الرسول أخبار من قبله من الأمم كما حدثت يعني تكلم الله سبحانه وتعالى من أمم ماضية ما حدثت. طيب هذا الجواب. طيب انزل تحت أسئلة التقويم ورد في سورة القصص عدد من القصص التي حصلت لموسى عدد هذه القصص باختصار ولادة موسى قتل القبطي وطارد فرعون وقومه لموسى عليه السلام فرار موسى إلى مدين ذكر وحي الله لموسى يعني أنه كلم الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة هذه الأشياء. طيب استخرج هذه ترى مجرد بس يعلمونك مواضيع اللي هي القصص التي حصلت لموسى عليه السلام يعني. طيب استخرج ثلاث لطائف من قصة موسى عليه السلام مع امرأتين الجواب مساعدة الفتاتين بسقيهما لهما ولقاء بهما وزواجه بإحدى ابنتيه مقابل الأجرة سنين معلومة يعني استخرج من ثلاث لطائف يعني أشياء لطيفة من موسى من قصة موسى عليه السلام مساعدة الفتاتين ولقاء بهما وزواج بإحدى ابنتيه. طيب قدر الله إذا جاء لا يرده كيد الكائد من أين تأخذ هذا المعنى ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذه القول تعالى هذه ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون هذه جوابها. طيب اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي ترتيب سورة القصص في المصحف تكلمنا في السابق الثامنة والعشرون هذا فيه خطأ الثامنة والعشرون أنا فوق الثامنة والعشرون. طيب عشان بس رتب الأفكار ترتيبها قلنا الثامنة والعشرين والعشرون الثامنة والعشرون. طيب ننزل تحت كان فرعون يقتل بني إسرائيل البنات البنين البنين والبنات مش يقتل البنين نعم صح يقتل البنين لأن وش مقصده اللي هي يأتي من بني إسرائيل شخص هلاك فرعون. طيب تحددت سورة القصص عن قصة كل من داود وسليمان إبراهيم ولوط موسى وقارون هذه الإجابة صحيحة موسى وقارون. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.